دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الخارجية. مساء الخير يا فندم. أهلا، تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. يعني المشكلة بتاعت محاولة رفع سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة، مين اللي بينادي بيها أو مين اللي صاحب هذا الرأي؟ مش مفترض أن هم الجمهوريين اللي بيحكموا، ولا إيه رأي حضرتك؟ هو طبعا في مشكله فيما يتعلق برفع سقف الدين العام الديت سيلينج ده في الولايات المتحده، دي مشكله مزمنه، وده موضوع للمكايده دايما ما بين الجمهوريين وما بين الديمقراطيين. دلوقتي المفروض انه الاقتراض لا يزيد عن 31.5 او تحديدا 31.4 تريليون دولار، لكن في مشكله، المفروض في ازمه في تعنيها المالية العامة أو الاقتصاد في أمريكا، والمطلوب رفع السقف حتى تتمكن الدولة الحكومة من رفع المرتبات وتسديد الفواتير اللي عليها. فدلوقتي الديمقراطيين وعلى رأسهم طبعا في البيت الأبيض جو بايدن بيقول عايزين نرفع سقف الدين العام، فالجمهوريين بقيادة كيفن مكارثي ورئيس مجلس النواب بيرفض، بيقول لك لا، لازم يبقى في تخفيضات وقيود على بعض ذلك الإنفاق. طيب هنوصل ليه بعد هذه المكايدة؟ خلي بالك ان المكايدة دي حصلت قبل كده ايام برضو كورونا وايام دونالد ترامب. أيوه. وكان العكس، هي محاولة كسب بونت لصالح كل حزب للانتخابات القادمة. برافو عليك، هو هي القصة كده، هي القصة سياسية، هي قصة الانتخابات القادمة في 2024، هي قصة مكايدة ما بين الحمار والفيل، ما بين الديمقراطي وما بين الجمهوري. ولكن المفروض انه الاقتصاد ملوش علاقه بده، لانه هذه المكايده وعدم رفع سقف الدين لو الموضوع وصل لغايه 1/6 1 يونيو وما حصلش رفع هذا السقف هتبقى كارثه. هذه الكارثه تتمثل في الاتي، بيسموها الديفولتنج، اللي هو عدم القدره على السداد، عدم القدره على السداد دفع المرتبات ودفع الفواتير الاقتصاديه وتسديد هل ده بيعود بالخسارة على المجتمع الأمريكي فقط، ولا بيتأثر به المجتمع الدولي؟ جميل جدا السؤال ده، أكتر من رائع. دي كارثة مش على أمريكا بس، ده على العالم كله، لأنه ده بيقول لك أنه أمريكا لو عطست يعني العالم كله بيصاب بالبرد والزكام، فما بالك بأنه أمريكا مش هتقدر تدفع الفواتير بتاعتها، هتتحول إلى بيسموها بقى ديفولتنج سيكيورتيز، يعني الأوراق المالية المتعثرة والسندات المتعثرة وعدم القدرة على سداد يعني طبعا معروف أن الدين الأمريكي ده أكبر دين في العالم، فيه ثقة، العالم كله بيثق فيه، فلما يبقى ما فيش هذه القدرة على السداد معناها أن تعثر الاقتصاد العالمي، مع أنه يعني كوارث حقيقية تصيب هذا العالم. زي إيه يا فندم؟ يعني إيه النوع التأثر اللي يتأثر به خارج الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادات الأخرى؟ يتمثل في الآتي، يتمثل في أنه الديون الأمريكية الأكثر ثقة من قبل العالم كله، هذه الديون تعثرت، فبالتالي كل الديون المرتبطة بها في سبيلها للتعثر وعدم القدرة على السداد، في سبيلها إلى مزيد من رفع طبعا الدين، هيبقى فيه مخاطر كبيرة، فتبقى الفوائد تكتر أكبر، فده معناه مزيد من التضخم، معناه عدم قدرة على التصنيع، عدم قدرة على السداد، معناه ركود، معناه طرد من الوظائف العامة. ده يفهم حضرتك بتتكلم جوه أمريكا وبره أمريكا؟ طبعا جوه أمريكا وبره أمريكا، لأن أمريكا هي المسيطرة. ما زلنا تقول الصين مش الصين، تقول في تحالفات وفي قيادات جديدة، ولكن ما زالت أمريكا هي أكبر قوة اقتصادية في العالم، وما زال العالم كله بيعتمد على الدولار الأمريكي، ما زال الدولار الأمريكي هو الأكثر أمانا وأكثر موثوقية، وما زال العالم كله بيشتري وبيلهث أنه يشتري في السندات الأمريكية وفي الديون الأمريكية. فدي كارثة حقيقية، ليست فقط على يعني مزيد من فقد ملايين الوظائف في أمريكا، لا، domestically and internationally، يعني على المستوى الداخلي، يعني داخليا وخارجيا. نشكرك نعم تمام. شكرا جزيلا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الخارجية.